وأضاف القحطاني أن الغرض من الصورة الذهنية عن دولة ما أو مجتمع ما لا يعني تزوير الحقائق أو إعطاء صورة غير حقيقية عما يجري بالمجتمع. إن الغرض من الصورة الذهنية عن دولة ما أو مجتمع ما لا يعني تزوير الحقائق أو إعطاء صورة غير حقيقية عن المجتمع. أيضاً إن بناء وصناعة الصورة الذهنية عن مجتمع ما أو دولة ما ليست مسؤولية جهة واحدة أو مجموعة واحدة، بل مسؤولية الجميع. كما أن معظم الصور الذهنية لا تصنع من فراغ، بل يكون مصدرها العادات والثقافة الموجودة أصلاً، كما أشرنا في السابق بأنها لا تبنى إلا على حقائق. وبالتالي نحن نوظف مصادر القوة في مجتمعاتنا وفي دولتنا.